انتصف نهار القاهرة، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي منى. أهلا بك عمرو وبالسادة المشاهدين مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. كان الرئيس السيسي قد نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، وفي تدوينة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس أن الشيخ خليفة كان رجلا من أغلى الرجال، قائدا من أعظم القادة. كما أكد الرئيس السيسي أن صاحب السمو الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق، صديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، مشددا على أنه قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم. وتقدم الرئيس السيسي باسمه وباسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل. هذا وقد أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام حدادا على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك اعتبارا من أمس. وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 عاما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ودورها الفاعل على ساحتين الإقليمية والدولية، ونجحت في نسج علاقات قوية مع دول العالم شرقا وغربا على أسس الاحترام المتبادل. فقدت الأمتان العربية والإسلامية زعيما وقائدا كرس حياته لخدمة قضايا وطنه والقضايا العربية والإسلامية، وهو المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت حياة المغفور له محطات عديدة عكست حكمته وخصاله القيادية وبعد نظره. منذ تعيينه وليا للعهد لإمارة أبو ظبي في الأول من فبراير عام 1969 وتدرجه في مختلف المناصب حتى تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبو ظبي في 3 نوفمبر من عام 2004 في أعقاب وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات. سار المغفور له على خطى والده واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لتحقيق الرفاهية وضمان الرخاء للمواطنين. أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. في عام 2009 أعيد انتخاب سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيسا لدولة الإمارات، وواصل تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كان قد بدأ فيها. بالإضافة إلى ذلك، حرص الشيخ خليفة أيضا على انتهاج سياسة خارجية نشطة إقليميا وعالميا. يعد الشيخ خليفة من أشد المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤمن أن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس التلاحم بين قادته. كما أظهر الشيخ خليفة التزامه بتعزيز العلاقات الدولية مع كافة الدول العربية مؤمنا بقضايا أمته، كما اتسمت فترة حكمه بتوطيد علاقات دولة الإمارات بالدول الآسيوية والأوروبية. انتهج سمو الشيخ خليفة سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة، وتعتبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية، حيث وصلت مساعداتها المختلفة لأكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم. وقد شهدت العلاقات المصرية الإماراتية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد تطورا مميزا قائما على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها تلك العلاقة. ووصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال الفترة الحالية،
فقد شهدت تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، مسيرة طويلة أثرى خلالها المغفور له كافة مناحي العمل العربي المشترك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. مساء الخير دكتور أستاذ جمال. علاقات مصرية إماراتية، علاقات أخوية قوية متميزة، من هنا كان حرص سيادة الرئيس السيسي على أنه نعى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة وتقدم بواجب العزاء. تعليقك. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يمكن بالفعل كما حضرتك أوضحت، مصر دائما تقاسم الأحزان مع الأشقاء العرب وبالتحديد مع دولة الإمارات الشقيقة التي تربطها علاقة استثنائية مع الدولة المصرية، وخالص العزاء للشعب الإماراتي ولأنفسنا أيضا. فقد فقدنا يعني قائد عربي في غاية الأهمية وله الكثير من المواقف المشرفة تجاه القضايا العربية المختلفة، وبالتأكيد تجاه طبعا دعم الدولة المصرية. وكانت الدولة المصرية أيضا طوال الوقت حريصة على إيجاد علاقات أكثر من رائعة مع الأشقاء في الإمارات طوال الوقت، حرص السيد الرئيس على تقديم واجب العزاء. هذا مع هدام من القيادة السياسية المصرية دائما ما تعبر عن المشاعر التي يكنها الشعب المصري تجاه الأشقاء، وحرص السيد الرئيس أيضا تقدم صفوف لتقديم العزاء بيؤكد أن مصر دائما كما يمكن أن نقول مسافة السكة. هذا التعبير الذي يعني دائما ما يقال في الشارع المصري بالفعل هو واقع في تحركات القيادة السياسية المصرية، ومن ثم نحن كتف بكتف نتقاسم الأحزان ونتشارك الأحزان، ونتمنى أيضا للقيادة السياسية في الإمارات، القيادة الجديدة المتمثلة في الشيخ محمد بن زايد، كل التوفيق في قيادة الإمارات ومواصلة يعني مسيرة البناء والتنمية، وأيضا المشاركة في كافة يعني الأدوار الإقليمية والدولية. نعم أستاذ جمال، الرئيس السيسي في نعيه لصاحب السمو الشيخ خليفة قال إنه كان محبا لمصر، كان صديقا لها، في رأيك ما أبرز ملامح هذا؟ بالتأكيد يمكن برزت هذه المعاني إذن معركة 73، وجدنا المغفور له في الصفوف الأمامية للجيش المصري، وكان مشاركا في يعني مؤازرة الجيش المصري تجاه الحرب الخاصة ب 73. أيضا بعد ثورة 30 يونيو الإمارات كانت أولى الدول، بل ربما هي الأولى التي أصدرت بيان تدعم فيه ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وبالتالي هي مواقف ممتدة منذ طبع الشيخ خليفة بن زايد حتى يعني توليه الحكم، حتى الأيام التي كانت في ثورة 30 يونيو وحتى اللحظات الأخيرة. دائما الإمارات في عهده كانت داعمة للمواقف المصرية والاستقرار المصري وأيضا للاقتصاد المصري، وعلى الصعيد الاقتصاد بالتحديد ربما شهدت العلاقات طفرة كبيرة للغاية في عهد الشيخ خليفة بن زايد. نتحدث عن صندوق استثماري بقيمة 20 مليار دولار، وطبعا تنامي التجارة البينية والاستثمارات المباشرة في الداخل المصري، والإمارات تعتبر من أحد أهم الشركاء الدوليين والإقليميين للدولة المصرية، ومن ثم هنا تطور كبير جدا سواء على صعيد المؤازرة والمساندة للدولة المصرية في كافة أزماتها، أو على صعيد التعاون الاقتصادي. وصل هذا الأمر أيضا لتطابق المواقف في الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترك، سواء فيما يتعلق بمجابهة الإرهاب، مجابهة الفكر المتطرف، يعني التحرك إيجابيا نحو إيجاد حل للقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا. نعم، على ذكر القضية الفلسطينية أستاذ جمال، الإمارات شهدت خلال رئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة تقدم كبير، إضافة إلى دورها الإيجابي إزاء العديد من القضايا العربية والدولية، كيف تقرأ ذلك؟ بالتأكيد الدور الإقليمي المؤثر كان مهما للغاية، والإمارات كما في عهد الشيخ خليفة سعت لتعزيز دائرتها المحيطة بها خارجيا، وسعت لتعضيد ويعني تماسك منظمة التعاون الخليجي، أيضا كان لها دور كبير جدا في المحيط العربي بشكل عام، وبالتحديد على صعيد القضية الفلسطينية سعت أن يكون المسار السياسي هو الحل المنجز للحل النهائي للقضية الفلسطينية. وهنا توافقت حتى الرؤى ما بين مصر والإمارات طوال الوقت حيال هذه القضية. كان هناك أيضا دور فيما يتعلق بتقديم المساعدات والإعانات والإغاثات طوال الوقت للشعب الفلسطيني لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وبالتالي كانت مساعدة
سياسية وأيضا مساعدة إنسانية طوال الوقت على صعيد القضايا الفلسطينية. وطبعا هذا الدور أيضا امتد سواء على صعيد القضايا الأخرى التي استحدثت بعد عام 2011 في المنطقة ساعة الإمارات، سواء على الشق الإنساني أو على الشق السياسي أن تكون متواجدة. نحن نتحدث عن واحدة من أكبر يعني مؤسسات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ساهمت بشكل كبير جدا في هذا الدور لاستكمال الدور السياسي للإمارات، وبالتالي كان دورا متكاملا على صعيد العمل العربي والعمل الإقليمي. وهنا بيبرز دور الإمارات كفاعل إقليمي مهم جدا. أعتقد أنه الفترة الجاية أيضا سوف يواصل هذا النهج وسوف يواصل هذا الدور، بل سوف يشهد طفرة أيضا وسوف يكون هناك أفاقا أرحب في ظل التعاون المثمر الذي تشهده العلاقات العربية العربية وهذه الانتعاشة العربية العربية الآن في خدمة الأمن القومي العربي والقضايا العربية. نعم أستاذ جمال، يعني هذا كان دور صاحب سمو الشيخ خليفة على المستوى العربي والإقليمي والدولي أيضا، لكن بالعودة للحديث مرة أخرى للشأن الداخلي الإماراتي خاصة، يعني وكان له دور كبير جدا في السياسة الداخلية واستقرار الإمارات خاصة بعد يعني الشيخ زايد. بالتأكيد يمكن إذا كان الشيخ زايد هو مؤسس دولة الإمارات، فالشيخ خليفة يمكن أن نقول أنه صاحب الطفرة والنقلة النوعية في البنية التحتية وفي نهضة الإمارات. شهدت بالتأكيد الإمارات طفرة كبيرة جدا على صعيد البنية التحتية والإعمار والتنمية ومجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات، الحقيقة وصولا أننا رأينا الإمارات تقتحم عالم الفضاء، وبالتالي طفرة كبيرة جدا شهدتها الإمارات، وصلت أيضا أن تكون أو وصلتها أيضا أن تكون لاعب تجاري في غاية الأهمية من خلال تحقيق بنية تشريعية وبنية اقتصادية مهمة جدا في الإمارات. وبالتالي كانت مسارات الإمارات بتمضي نحو العمل بشكل متوازي سواء على صعيد البنية التحتية، تحسين جودة الاقتصاد، جذب الاستثمارات، فتح آفاق جديدة في هذه الاستثمارات. وبالتالي بالتأكيد شهدت هذه الفترة انتعاشة قوية جدا للإمارات ومكنتها أن تكون رقما مهما مش بس في الاقتصاد الإقليمي ولكن أيضا في الاقتصاد الدولي. نعم بشكرك شكر جزيل أستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ومعنا أيضا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ خالد العسوي. أستاذ خالد بعد التحية، يعني حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات. كيف تقرأ هذا التوجه السريع لتقديم واجب العزاء، خصوصا أن ما يربط مصر والإمارات هو علاقات خاصة جدا على المستوى القومي العروبي وفي العديد من الملفات المشتعلة في المنطقة؟ طبعا بالتاكيد بعد تحيه لحضرتك على كل المشاهدين الكرام وخالص العزاء الى الشعب الاماراتي ودوله الامارات حكومه وشعبا وقياده في هذا المصاب الجلل. وربما ايضا كما حضرتك اشرت الى ان فخامه الرئيس الفتاح السيسي كان من اوائل الوزراء والرؤساء والحكام العالم الذين توجهوا الى دوله الامارات لتقديم واجب العزاء. وربما اكثر من ذلك أن فخامة الرئيس كان أول رئيس دولة عربية وربما أول رئيس دولة على مستوى العالم من قدم العزاء كتابيا عبر صفحته على تويتر بالأمس بعد دقائق من إعلان دولة الإمارات وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد. وأعتقد أيضا توجهه اليوم وحرصه على أن يقدم العزاء سريعا إلى الأشقاء في دولة الإمارات يأتي في إطار العلاقات الصداقة وعلاقات الأخوة الموجودة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دولة الإمارات جميعا، وحرصه أيضا على أن يكون بجانب صديقه وشقيقه. ربما هذه الزيارة قد تكون رسمية إلى حد كبير ولكنها أيضا يعني تحمل يعني العديد من الإشارات من خلال الصداقة الكبيرة والحميمة التي تربط بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد، وخصوصا وأن هذه العلاقة ربما يعني تأتي في الأحزان وتأتي في الأفراح. يمكن يعني نعود إلى الوراء، فخامة الرئيس تلقى العزاء من
سمو الشيخ محمد بن زايد فور وفاة والدته منذ سنوات، وبالتالي أعتقد أن هذه العلاقة هي التي تحكم صحوة العلاقات المصرية والإماراتية. فخامة الرئيس أكيد كل الحرص على أنه يعني يوجه خالص تعازي الشعب المصري والحكومة المصرية إلى الأشقاء في الإمارات، وهذا أيضا بيؤكد عمق هذه العلاقات التاريخية بين الدولتين والمواقف الإنسانية والمواقف السياسية التي تحكم تلك العلاقات، سواء في المحفل الإقليمي العربي أو في المحافل الدولية، في ظل ارتباط الإمارات ومصر بوحدة المصير، وارتباط الإمارات ومصر بوحدة العمل المشترك، وارتباط مصر والإمارات بالموقف العربي المشترك والموقف العربي الكبير والحكيم في نفس الوقت في العديد من القضايا العربية المطروحة على الساحة الإقليمية والعالمية والعربية. طب أستاذ خالد، يعني تم انتقال السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسلاسة شديدة لأنها دولة مؤسسية إلى يعني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الشيخ محمد بن زايد كان هو بالفعل الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الظروف الصحية التي مرت بسمو الشيخ خليفة عليه رحمة الله. برأيك هل ستشهد الفترة القادمة أي حلحلة في الملفات الإقليمية التي توجد الإمارات بداخلها كطرف فاعل؟ لا طبعا، كما حضرتك أشرت بالفعل ربما الانتقال الحكم في دولة الإمارات الشقيقة هو ما هو عليه حسب الدستور الإماراتي وحسب الأعراف والتقاليد الإماراتية. ربما بالفعل أما أقول له سمو الشيخ خليفة بن زايد كان قد غاب عن القرار الإماراتي بشكل أو بآخر، أو القرار العربي والمشهد العربي بشكل أو بآخر منذ عام 2014 بعد إجراء العملية الجراحية له الدقيقة، وأدت إلى العديد من يعني عدم القدرة على متولاة المهام بشكل جيد، بعد أن كان قد تولى حكم دولة الإمارات منذ عام 2004. ولكن نتيجة لهذا الخطأ الذي حدث أو هذه الإعاقة التي قد حدثت كان يدير المشهد الإماراتي بشكل أو بآخر سمو الشيخ محمد بن زايد، وأعتقد أن المتغيرات التي حدثت في العالم العربي سواء منذ عام 2014 حتى الآن أو المواقف الإماراتية المتعاقبة على القضايا العربية المتعاقبة أو القضايا الدولية منذ عام 2014 أيضا حتى الآن ربما تؤكد السياسة والنهج الإماراتي المعمول به منذ عقود، وهو العمل على نشر السلام في العالم والعمل على إنهاء القضايا الشائكة بشكل أو بآخر. وربما استجد مؤخرا من خلال يعني العلاقات المصرية الإماراتية وتفهم دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات الدور التي تقوم به الدولة المصرية ووجهة النظر الدولة المصرية كيف يمكن أن تحل القضايا الشائكة الموجودة في المشهد العربي، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءاته المستمرة مع الأشقاء في دولة الإمارات وغيرهم في العالم العربي على التأكيد على أن الحلول العسكرية ربما لا تأتي بنتائج إيجابية، وأن العمل السياسي والحل والحوار هو أساس حل كافة تلك القضايا، وهو ما اقتنعت به دولة الإمارات مؤخرا. ويمكن من بين هذه القناعات التي قد تحولت فيها دولة الإمارات هو المشهد السوري والمشهد في ليبيا والمشهد في اليمن، واقتنعت بوجهة النظر المصرية وبالموقف المصري، وهو هكذا يعني تكون الأمور. وبالتالي أعتقد أن الفترة القادمة وتوجهات الدولة الإماراتية ستكون على نفس المنوال، وقد لا يحدث فيها تغير كبير لأنها بالفعل اتخذت مثل هذه الخطوات نحو العمل على الحلول السياسية والعمل على نشر السلام في المنطقة، والعمل أيضا على تقوية العلاقات المصرية أو العربية بشكل عام الإماراتية، والحرص أيضا على أن تستقبل الإمارات العديد والعديد من القادة الذين كان لهم مواقف سلبية في فترة من الفترات سواء كانت تركيا أو سوريا. نعم أو حتى نعم، يعني عموما يعني نجح الشيخ زايد الوالد الكبير في أسرة آل نهيان، ونجح ابنه
خليفة عليه رحمة الله وأيضا الشيخ محمد بن زايد في أن يحولوا الإمارات العربية المتحدة إلى واجهة للنور والتقدم التكنولوجي، وأيضا أن تكون الإمارات رقما صعبا وفاعلا في المعادلات الإقليمية والدولية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي خالد العسوي، كنت معنا عبر الهاتف. هذا وقد انتخب المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، وعقد المجلس اجتماعا في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور الإماراتي انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا للدولة خلفا للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وعقب انتخابه عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيخ وأعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات. من دبي مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وائل الصواف مدير مكتب الأهرام في الإمارات. مساء الخير أستاذ وائل. أهلا وسهلا، مساء الخير فندم. أهم ما رصدته في الشارع الإماراتي يعني عقب انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كرئيس جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، صف لنا الأجواء في الشارع الإماراتي. الحقيقة طبعا الشارع الإماراتي طبعا يشعر باطمئنان تماما على مستقبله، وأنه الدولة الإماراتية بإذن الله سوف تستمر في سياستها الداعمة للسلام مع كل دول العالم، والسياسة المرنة التي قامت منذ عام تقريبا على مبادئ 50 التي وضعها رئيس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة، والتي ترتكز على مبادئ 50 عاما القادمة في نهضة دولة الإمارات. كما تعلم حضرتك أن دولة الإمارات هي دولة يعني نموذج يحتذى في التقدم والازدهار في الوطن العربي، ونتمنى لها كل الخير والاستقرار والنمو، لأنهم الحقيقة دولة تتمتع بمصداقية كبيرة وبحب شديد للعالم العربي والإسلامي. طبعا الخبر كان ليه وقع الأثر الإيجابي جيد جدا على ليس على الشارع الإماراتي فقط، ولكن أيضا على الشارع العربي كما تعلمين حضرتك. ودولة الإمارات دولة كبيرة ودولة مؤسسية تقوم على العمل المؤسسي، وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن يكون هناك تنظيم داخلي لمثل هذا الإعلان ونقل السلس ومرن كما حدده الدستور الإماراتي للسلطة، وهذا ما نراه الآن ينطبق بالفعل على أرض الواقع. نعم أستاذ وائل، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات أعربوا عن ثقتهم في القيادة الجديدة، إلى أي مدى سيواصل الرئيس الثالث لدولة الإمارات نهج أسلافه الأب المؤسس الشيخ زايد وأخي الراحل الشيخ خليفة بن زايد؟ الحقيقة طبعا مو الشيخ محمد بن زايد هو امتداد طبيعي في كل المعاني وكل الاتجاهات والسياسة الخارجية والداخلية لخلفه لسلفه سوري والده عليه رحمة الله سمو الشيخ زايد بن سلطان وأخيه سمو الشيخ خليفة بن سلطان. فنهج الإمارات لا يتغير، وسمو الشيخ محمد يستمر على نفس النهج الدولة الإماراتية القائم على إفشاء السلام في العالم، القائم على الدعم اللامحدود لمحيطه العربي، القائم على حفظ الأمن القومي العربي، وأن هذا مبدأ أساسي في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة. فأنه لا شك إطلاقا بأن سياسة رئيس الدولة الثالث سمو الشيخ محمد بن زايد لدولة الإمارات لن تختلف إطلاقا عن سابقيه،
وأنها مستمرة، بل على العكس سوف تزداد قوة. وسوف طبعا كما تعلمين حضرتك أن المتغيرات الدولية والإقليمية السريعة في محيطنا العربي والإقليمي والدولي هي متغيرات طبعا في منتهى القوة والعمق والسرعة، وهي تحتاج إلى رئيس لديه الحكمة ولديه الخبرة السياسية القوية، وهذا ما يتمتع به سمو الشيخ محمد بن زايد، لأنه كان رئيسا تنفيذيا لإمارة أبو ظبي منذ العام 2004 ثم وليا للعهد، وهو مطلع على كافة الأمور وكافة المعلومات، وأن سياسته السابقة أثناء ولايته للعهد أبو ظبي تتيح لنا أن نتنبأ بأن القادم هو الأفضل بإذن الله. نعم أستاذ وائل، يعني تابعنا منذ يعني كل هذه السنوات لرئاسة الشيخ خليفة لدولة الإمارات أن سياسات الإمارات الخارجية كانت داعما بحق لتوطيد العلاقات مع سائر دول العالم عربيا إقليميا ودوليا. يعني إلى أي مدى ترى يعني أستاذ وائل أنه ستكون عليه السياسة الخارجية في الفترة القادمة بتولي سمو الشيخ محمد النهيان؟ كما أخبرت حضرتك يمكن يتضح لنا من أمس منذ إعلان خبر وفاة سمو الشيخ خليفة عليه رحمة الله، وبعدين بالمناسبة يعني نتقدم طبعا لشعب الإمارات وكافة الشعوب العربية بالمواساة في هذا المصاب الأليم، أن السياسة في هناك تظاهرة وفاء في العالم كله، كافة ملوك ورؤساء الدول العظمى ودول العالم كلها في وفاة سمو الشيخ خليفة. كان رئيسا له ثقله الدولي والإقليمي. لن تختلف أبدا السياسة لدولة الإمارات في كما أخبرت حضرتك في دعم محيطها الإقليمي بالدرجة الأولى. تعرف حضرتك المخاطر الأمنية الآن تحديدا لا تحيط بالمحيط العربي والدول العربية هي مخاطر ليست سهلة، وأنها تحتاج إلى ترتيب أوراق تحالفات قوية مع كافة دول العالم. الحقيقة حضرتك عارفة أن الإرهاب هو ليس شيء محلي في دولة، لا، الإرهاب هو شر دولي، لابد كي يقف أن تتعاون كافة دول العالم سوري لا سيما الدول العربية القوية المؤثرة مع بعضها البعض لمكافحة هذا الشر واستئصاله من جذوره. وهنا يبرز دور الإمارات المصري على وجه التحديد، ويعلم الجميع طبعا يعني كانت من أوائل الدول اللي دعمت يعني ما حدث في 30 من يونيو. طبعا يا فندم، يعني احنا يعني اقتراحات قوية متعددة من فخامة الرئيس المصري عن دور الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولا سيما دور الإمارات تحديدا في دعم مصر في كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والعسكرية. نعم. الإمارات دولة تقف في ظهر مصر وقفة صلبة ولن تتغير إطلاقا، وكلنا نعلم مدى العلاقة القوية التي تربطنا بدولة الإمارات حتى منذ أن كان سمو الشيخ محمد وليا للعهد وهو الآن رئيسا للدولة. بشكرك شكر جزيل الكاتب الصحفي وائل الصواف، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. وانضم إلينا أيضا هاتفيا مساعد وزير الخارجية السابق سعادة السفير إبراهيم أشويمي. سيد سفير أهلا بحضرتك. يعني رأينا سلاسة في انتقال السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة. برأيك إلى أي مدى سيكون نهج رئيس دولة الإمارات الجديد؟ هل سيحاول أن يخرج الإمارات من الملفات المشتعلة في المنطقة مثل الملف اليمني، أيضا ملف الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران؟ أيضا شهدنا في الشهور الأخيرة تقاربا بين الإمارات وتركيا، تقاربا أيضا في الملف السوري، ويعني هناك بوادر لإعادة سوريا مرة أخرى إلى الحضن العربي. برأيك ما هو المستقبل المنظور للعلاقات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عهدها الجديد؟ الحقيقة أن الشيخ زايد اللي هو
والد الشيخ خليفة أرسى قواعد مهمة جدا في دولة الإمارات يسير عليها أبناؤه خليفة ثم محمد الذي نصب الآن أميرا للبلاد. هذه القواعد الأصلية هي أن الأمة العربية أمة واحدة وأن لابد من تضافر كل الدول العربية تقف إلى بعضها البعض. وطبعا هم رحب الشيخ خليفة الراحل بإعلان رئيس السيسي أن الخليج دول الخليج خط أحمر وأن الإمارات خط أحمر وكل دول الخليج خط أحمر. فهناك تنسيق على أعلى مستوى بين مصر ودولة الإمارات. بالنسبة للقضايا المختلفة فإن الحقيقة معالجتها تتم من يتابع التحرك الإماراتي كسياسة يتابع خطوة بخطوة وأنه يعني يعالي القضايا بتأني مهم جدا، يدرس ويتأنى ثم ينفذ بتأني أيضا. فبالتالي بالنسبة لموضوع المشاكل الموجودة، المشكلة الفلسطينية، العلاقات مع إسرائيل، موضوع الجزر، موضوع إيران وتهديدها للخليج، كل هذه الأمور والموقف الدولي، الأزمة الحالية، الأزمة الأوكرانية، النفط، الغاز، كل هذا الحقيقة ملفات مهمة جدا أمام الشيخ محمد بن زايد. تقديري أنه سيعالجها بتؤدة وبرعاية وأنه نسق مع مصر في حل كل هذه المشاكل. نعم. طيب سيادة السفير، يعني بالنسبة للعلاقات الخليجية الأمريكية، شهدنا في الفترة الأخيرة وعقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تقاربا بين الإمارات والسعودية وكل من الصين وروسيا الاتحادية، وهناك حالة من الجفاء مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل الإمارات في عهدها الجديد ستواصل حالة الجفاء مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتجه شرقا إلى الصين وروسيا، أم أن حالة الجفاء مع الولايات المتحدة هي حالة وقتية ستنتهي حتما؟ الحقيقة يعني في تقديري الشيخ زايد حط وضع أرسى قواعد مهمة جدا، أن يعني أي خلاف أو أي تلامس في موضوع معين يكون مؤقتا، وبالتالي فإن الخلاف مع الولايات المتحدة والإمارات سيكون مؤقتا، ولابد أن تعود العلاقات إلى طبيعتها الودية. تمر العلاقات دائما بموجات من الصعود والهبوط، ولكن الإمارات دائما حريصة على وجود خط اتصال دائم موجود وإن كان غير معلن. نعم. يعني ليست هناك تعديلات في الاستراتيجية الإماراتية والخليجية عموما فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل المنظور؟ أعتقد أنه يكون هناك تعاون أكبر، وأعتقد أن الشيخ محمد برضو لديه فرصة أن يحل المشكلة اليمنية لأنها مشكلة مؤرقة للجميع في الخليج، وأتصور أنه له رؤية تتفق مع رؤية مصر في حل هذه المشكلة. طيب ميز الإمارات عن غيرها من الدول العربية الأخرى أنها بدأت في نهضتها من حيث انتهى الآخرون، برأيك ما هي الأفاق المفتوحة أمام الإمارات في المستقبل، خصوصا أنها تقدمت تقدما تكنولوجيا وعلميا شديد الروعة؟ كل تقدم يحدث في العالم تبحث عنه الإمارات وتطبقه، وبالتالي فهي في منذ 1971 إلى الآن في تقدم مستمر، وهذا أمر مهم جدا، وأرجو أن يكون دائما في عين المسؤولين في دولة الإمارات، لأن هذا التقدم مهم جدا جدا، ومن الدول الحريصة على التقدم العلمي والتكنولوجي والتعليم وكل سمات العصر الحديث. أتصور أن الشيخ محمد سيعتني بهذا تقدم اعتناء شديدا ويستمر فيه. نعم. طب بخبرتك سيادة السفير، ما هي خريطة التحالفات المستقبلية للإمارات العربية المتحدة في عهدها الجديد؟ هل هي نفس التحالفات السابقة
أم أن هناك تعديلا في الخريطة الاستراتيجية لهذه التحالفات في المستقبل؟ لا، ليس تعديلا، ولكنه يعني مع مصر ستستمر العلاقات وستكون أقوى، مع السعودية ستستمر العلاقات وتكون أقوى، مع دول الخليج ستستمر العلاقات وتكون أقوى. بالنسبة للدور الكبرى، الشيخ محمد سيكون حريصا على إيجاد علاقات متوازنة مع الدول العظمى. هذه سياسة كما ذكرت من قبل وضع ركيزتها الشيخ زايد، وكان هو كما نعلم جميعا أنه حكيم العرب، وكان يعني لا أجد في دولة تحب شخص معين مثلما حظي الشيخ زايد بحب جميع العرب. وبالتالي فإن الشيخ محمد وهو ابن بار بوالده ورث عنه كل شيء جميل، أتصور أنه سيكون متوازنا في علاقاته مع الجميع. نعم سيادة السفير إبراهيم الشويمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ما ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور إكرام. أهلا بحضرتك يا فندم. سلام دكتور إكرام، يعني ونحن الآن نتحدث عن يعني الشيخ محمد آل نهيان، يعني كيف تقرأ مستقبل العلاقات الإماراتية بدول الجوار، خاصة وأن في السنوات القليلة الماضية كان هناك تحرك فعال ونشط للسياسة الخارجية الإماراتية ودعمها لكثير من القضايا الإقليمية خاصة، وشرعت أيضا الإمارات في تطبيق دبلوماسية صفر مشاكل، وهكذا رأينا في الفترة القليلة الماضية أن هناك تحركات في اتجاه سوريا وتركيا وإيران. قراءتك يعني هذه السياسات؟ خلينا نقول في البداية أن أنا يعني أوجه خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أنا عاوز أقول في البداية أن العلاقات اللي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات قوية وعلاقات وثيقة، وهي ترجع يعني منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الشيخ زايد الحقيقة له علاقات قوية بمصر، فالإمارات دولة عربية، دولة شقيقة بترتبط بمصر بالعلاقات القوية سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي. وبالتالي يعني احنا بنجد ان مشاركة السيد الرئيس اليوم بتعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية. طبعا مصر اعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 ايام. انا عاوز اقول ايضا في بيان قوة العلاقات المصرية الإماراتية ان مصر لها جالية في الإمارات يعني بيزيد عددها عن 250,000، بتقوم بوظائف ومهام مختلفة، ومنها وظائف متخصصة ومنها وظائف العمالة وعديد من الوظائف. الإمارات الحقيقة كان لها دور مهم في دعم مصر وشعبها، بتتبع أيضا دبلوماسية حكيمة من عهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما زالت مستمرة فيها. ربما الإمارات في سياستها بتحاول تتقارب مع الدول العربية، توسع بل تقوي العلاقات العربية الإماراتية، تحاول أيضا أن تسعى إلى حلول للمشكلات العربية والملفات العربية. مصر من ناحية أخرى بيرتبط أمنها القومي بالأمن الخليجي بصفة عامة، وأيضا بالأمن الإماراتي، وده اللي بيفسر أيضا نحن نتوقع استمرارية العلاقات القوية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، وخصوصا أن في تطورات بتحدث في منطقة الخليج وفي توترات معينة قد تكون بها بعض الدول الإقليمية. وبالتالي ده اللي بيفسر يعني نحن نتوقع استمرارية العلاقات القوية المصرية الإماراتية، وخصوصا في إطار أيضا العلاقات الوثيقة التي تربط بين القيادة المصرية وبين صاحب السمو
فيها علاقات إذا علاقات قوية، علاقات مستمرة، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي أو على مستوى القمة، يعني على مستوى الزعامة في الدولتين، وعلى مستوى أيضا الاهتمام بالقضايا المشتركة اللي بتهم الإمارات واللي بتهم مصر، وخصوصا كما أعلن السيد الرئيس إن الأمن القومي المصري بيرتبط بأمن الخليج العربي، واللي دولة الإمارات أحد الدول الهامة المؤثرة فيه. نعم، أنا بشكرك شكر جزيل أستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. نجدد لكم التحية. عاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى القاهرة بعد زيارة للعاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسؤولين. وكان مدبولي ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد شهدا مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما لاجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في تونس. نتابع. في إطار زيارته إلى العاصمة التونسية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن يترأسان اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة التونسية أكد رئيس الوزراء على استمرار كافة العلاقات الثقافية، وأن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد على أنه قد تم الاتفاق على وجود آلية قوية لمتابعة الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين. على الصعيد الاقتصادي فقد اتفقنا سويا على أن يكون عام 22-23 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا. وعلى الصعيد السياسي أكد رئيس الوزراء أن موقف تونس له صدى كبير لدى مصر في ملف سد النهضة والعديد من الملفات الهامة التي تهم البلدين. دعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهودها وخطواتها للعبور بالبلاد إلى الاستقرار والرخاء، وكذلك دعم مصر الكامل لكل المؤسسات التونسية وثقتها الكاملة في قدرة الدولة بقيادة السيد الرئيس قيس سعيد على تحقيق أمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق. ومن جانبها أكدت السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية على موقف مصر الداعم لتونس في العديد من المجالات وضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وأعربت عن تطلعها لتعزيز مستويات التعاون، وأشارت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الجانبين أثمرت عن الرغبة الحقيقية في تفعيل التعاون بشكل يرقى إلى مستوى الشراكة الحقيقية. وتطرقنا للعلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والشقيقة مصر وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية التي أداها سيادة رئيس الجمهورية إلى قيس سعيد إلى مصر في أفريل 2021، والتي أعطت العلاقات الثنائية زخماً إيجابياً ونقلة نوعية أعادتها إلى مكانتها الطبيعية. وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة شهد رئيس وزراء مصر وتونس العديد من توقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، منها الإسكان والتجارة وتنمية الصادرات، ومجال الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأرصاد الجوية والمناخ والنقل والتعاون الدولي. وفي ختام زيارته لتونس أعرب رئيس الوزراء عن كل الدعم لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
الاقتصادي ونقل الخبرة المصرية لها في تطبيق البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي والمالي. اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة أصبحت مظلة لتحقيق الآمال والطموحات للبلدين بين واقع مقبول ومستقبل مأمول يسعى لتحقيقه قيادة وحكومة وشعبا بالتعاون مع رجال يعملون ويتعاونون مع دولهم من أجل رفعة وطنهم رغم التحديات في كل الظروف. من العاصمة التونسية تونس، أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري. كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بقصر قرطاج، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء دعم مصر لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مبديا استعداد مصر للمساهمة بخبراتها في هذا الشأن. من جانبه أبدى الرئيس التونسي دعمه لمصر في ملف سهد النهضة، كما أثنى على النهضة التنموية والعمرانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا الرئيس التونسي إلى استكشاف وتبني آليات تعاون غير تقليدية ترتقي بالتعاون بين الدول العربية وفي مقدمتها التعاون الثنائي بين مصر وتونس. وخلال زيارته لتونس، زار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن مسجد الزيتون الأثرية وسط تونس العاصمة، حيث رافقه الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس. واستمع مدبولي إلى شرح واف حول القيمة الأثرية والدينية للمسجد، مبديا إعجابه بعراقة البناء وقيمته التراثية والثقافية. كما قام رئيس الوزراء بجولة في السوق القديمة، حيث أشاد بالمنتجات التقليدية التونسية في أجواء من البهجة والترحيب عبر عنها المواطنون التونسيون. أعربت مصر عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عقلة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث أكدت وزارة الخارجية أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلا عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبا على الجهود الرامية كافة لإحلال السلام في المنطقة. كان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا إثر اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان أبو عقلة في محاولة لمنع إخراج جثمانها من المستشفى سيرا على الأقدام. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن عمليات عسكرية نوعية وضربات جوية دقيقة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا في الأنبار وكركوك ونينوى خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، مؤكدة أن القوات العراقية لن تسمح بوجود أي ملاذات آمنة للإرهابيين، وأشارت إلى أنها ستدك كل أوكارهم حتى في المناطق الجبلية والوديان. يأتي ذلك بينما أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة 6 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر كروشكو مساعد وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ستتخذ التدابير الاحترازية المناسبة إذا نشر حلف ناتو بنية تحتية وقوات نووية قرب الحدود الروسية. يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم بنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن طالب نظيره الروسي سيرجي شويغو بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية. أضاف البنتاغون أن أوستن شدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة. في غضون ذلك، تدور معارك ضارية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تركز موسكو هجومها، لكن بحسب تصريحات حاكم منطقة لوغانسك سيرجي غايداي فإن المعارك أسفرت عن خسائر كبيرة بالعناصر والعتاد لدى الجانب الروسي،
وأوضح المسؤول الأوكراني أن هناك معارك محتدمة على الحدود مع منطقة دونيتسك قرب بوباسنا. وقال متحدث باسم رئاسة الأركان الأوكرانية إن الروس يواصلون هجومهم في منطقة عمليات الشرق مع استهداف الضربات الصاروخية البنى التحتية الصناعية وإطلاق النار على أهداف مدنية في كل أنحاء أوكرانيا بحسب قوله. كما أفاد مسؤول عسكري أمريكي بأن المدفعية الأوكرانية تتصدى للمحاولات الروسية لتحقيق تقدم بما في ذلك جهود الروس لعبور نهر دونست. أوقفت روسيا إمدادات الكهرباء إلى فنلندا، وذلك حسب ما صرح مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية. جاء ذلك التصريح غداة إعلان شركة رو نورديك الروسية إلى توصل الكهرباء إلى فنلندا أنها تواصل عزمها وقف تزويد الكهرباء اعتبارا من منتصف الليل. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى عدم تسلمها في المقابل أي مدفوعات في وقت تسعى فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو. رفعت سريلانكا حظر التجوال المفروض على مستوى البلاد لمدة 12 ساعة لتخفف بذلك القيود المشددة، مع سعي رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة بعد اشتباكات مع الجماعات المناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص. كان رئيس الوزراء الجديد قد أدى اليمين الدستورية أمس الأول ليتولى مهامه على رأس الحكومة الجديدة في البلاد، على أمل أن ينقذ هذا السياسي الإصلاحي اقتصاد البلاد الذي بات على شفير الانهيار بعد صدامات دامية وقعت خلال تظاهرات الأسبوع الماضي. اعتقلت الشرطة الهندية في العاصمة نيودلهي شخصين يشتبه بخرقهما إجراءات السلامة من الحرائق بعد مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في حريق بمبنى يضم وحدة لتصنيع كاميرات المراقبة. وقد عملت فرق الإنقاذ الليلة الماضية على تطهير المبنى الذي اندلع الحريق به في مكتب لشركة بالطابق الأول قبل أن ينتشر بسرعة في طوابقه الأربعة. كان أكثر من 75 شخصا في المبنى عندما نشب الحريق. ووفق شهود عيان فإن بعض المحاصرين داخل المبنى قفزوا من النوافذ للنجاة. تشدد شنغهاي قيود الإغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا لما تأمل أن يكون الأسبوع الأخير من معركتها ضد تفشي الوباء قبل أن تبدأ تدريجيا في تخفيف القيود. ويأمل سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة في الخروج من قيود استمرت 6 أسابيع. وسجلت المدينة أكثر من 1500 إصابة يومية بفيروس كورونا، بما يشكل انخفاضا من أكثر من 2000 حالة في اليوم السابق، بينما وصلت بكين قيود مكافحة التفشي على نطاق أصغر لكنه مستمر، مع تسجيل العاصمة 56 إصابة يومية بارتفاع مقداره 6 حالات عن اليوم السابق. أعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية تسجيل 21 حالة وفاة جراء فيروس كورونا مع مواجهة البلاد أول تفشي للوباء. ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأزمة الصحية بالكارثة الكبيرة، لكنه أكد إمكانية التغلب عليها، وأرجع هذا التفشي إلى ما وصفه بعدم كفاءة وعدم مسؤولية المنظمات الحزبية في تصديها للجائحة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. يأتي هذا في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. نتابع. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل،
قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي. أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة. وفي نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان. كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها. حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. وجهت وزارة الداخلية حملات موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط 84 قضية خلال ما يقرب من شهر بمضبوطات تجاوزت 11,500 طن قمح. نتابع. مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقا لضوابط محددة بهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية خلال ما يقارب الشهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي. أبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال بمضبوطات بلغت قرابة 11,162 طن أقماح و33 طن ونصف دقيق 72%، وما يقارب 4 أطنان ردة. ضبط 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت قرابة 365 طن أقماح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للقائمين على تلك المحاولات. مشاهدينا الكرام، في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون المصري. شكرا. نعم منى، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. في رعاية الله. في أمان الله.